السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم هو اليوم المنتظر اللي كثير يقولوا سامة متى تنزل مزاد المطفرين. اليوم قررنا يا جماعة الخير أن نرجع لسلسلة مزاد المطفرين بس بشيء جديد. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، ما أبغى التحريات هذه لأسامة، أحسك تكذب وأسامة السواليف هذه ما بيها نهائيا، لأنكم تعرفوني زيد في السلسلة اللي قبل. طبعا اللي ما يعرف وش هو مزاد المطفرين، هي سلسلة أشياء عندي ما أحتاجها بعض الأحيان أعرضها للبيع، أعرضها للبيع بمبلغ بسيط ونشوف ردة فعل الناس هل راح يشترون أو لا. لأن في دراسة تقول أن الأشياء الممتازة وتعرض بسعر رخيص جدا ما حد يشتريها، وراح نشوف هل السلسلة هذه يوم من الأيام راح تنكسر أو لا. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في المقطع اللي فات من سلسلة مزاد المطفرين وصلنا 165 ألف مشاهدة، وشي هذا حمسني أني أسوي أشياء كثيرة. قلت لكم في السلسلة اللي فاتت ممكن أعرض لكم بي سي، ممكن أعرض لكم بيتنا بمبلغ رخيص. مقطع اليوم راح نعرض فيه الله يسلمكم بي سي جيمينج. شيء ثاني، البي سي هذا ما راح يكون أي بي سي، راح يكون بي سي يعني يشغل العاب، بي سي كويس سعره في السوق يعني 6000 7000. والبي سي هذا ما راح أجيبه من برا، راح يكون البي سي حقي اللي هنا، راح أصوره وأنزله في موقع حراج. ولكن اللي راح يشتريه راح أعطيه مبلغ، بقول له مثلا أعطيه 4000 أو 5000 أو إني أجيب له التجميعة هذه وأرسلها له. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، من تتوقعون سعيد الحظ لعبت عليكم صح؟ تحسبوني بقول لكم حطوا لايك، حط لايك واشترك في القناة، وباقي لنا شوية على 100000 متابع. يا أخي يا أخي 100000 متابع ما تبي تجي، الله يرحم والديك الوالدين. حط لايك، اشترك، فعل الجرس، الجرس مهم. كل 3 أيام الساعة 3 راح يكون في مقطع جديد. والله العظيم انه شيء مهم يحمسني. وشيء ثاني، اذا استخدمت كودي VXB وحصلت فيه دعم جبار، قسم بالله العظيم لادلعكم. حلفت ها، شوف حلفت بالله اني راح ادلعكم. نستخدم كود لايتم شوب، الفلوس اللي تجي ناخذها نستثمرها نسوي فيها السلسله. شيء ثاني، رابط متجر الجفيول موجود تحت الديسكربشن، برضو اشتري يعني يمكن يوم من الايام اسوي جيفاوي على الغرفه هذه كامله. يلا نبدا يا جماعه الخير. اول شيء نحتاج راح تكون عندنا كاميرا عشان نصور فيها الادوات اللي راح تنباع. طبعا انا راح اصور كيبورد وراح اصور ماوس وراح اصور جهاز البي سي الموجود هنا. راح ناخذ الصور هذه وندخل موقع حراج وراح نبيعها ب 100 ريال. تعرف ايش معنى 100 ريال؟ يعني 10% من قيمة الكيبورد نفسه. فلتس جو يا جماعة الخير، خلينا نصور. طيب هنا الصورة، هنا الصورة. دقيقة، يبغى لنا نحط فلاش. اوكي صورتها بفلاش، يا سلام. هنا الكيبورد وهنا الماوس. اوكي صورناه، الحين ندخل على وين؟ ندخل الله يسلمكم على البي سي ونرفع صور في موقع حراج. طيب يا جماعة الخير، الحين سوينا الإعلان بي سي جيمنج ب 100 ريال يشغل جميع الألعاب. زيادة على كذا لازم نضيف صورة. دقيقة، كيف نضيف صورة؟ ذكر في طريقة نضيف فيها صورة. أتذكر يا أخي في طريقة. نعم 100 ريال، في طريقة نضيف فيها صورة. التواصل وات أو اتصال. طيب أشغلت أم الرقم حرفيا، فالحين كاميرا خليك هنا. الحين راح أحط رقمي الجديد وبعده راح نشوف الرسائل في الخاص. طيب أوكي. يبغى لها تغيير الصورة، يبغى لها تغيير الصورة في أسرع وقت. تعديل هذه لأني كنت أبغى أحط حساب. دقيقة، حذف، اختر صورة من السلعة، نحط لهم هذه وهذه وهذه، 3 صور دي نحط لهم. قاعدة ترتفع الصور. أوكي البي سي، يا سلام، ما عليكم الحوسة يا جماعة الخير. جاري التحميل، حفظ التغييرات، تم الحفظ. أوكي الحين ننتظر رسائل الناس. قلت لكم إني غيرت الرقم بس راح يطلع، شكلي راح أقول لهم خاص ورقم. خلينا نشوف رسائلهم في الخاص. كنت يعني بلعب عليكم بقول لكم اني شلت الرقم بس انفضحنا، وبرضه موجود الرقم من جديد، ما عندنا مشكله. راح نخلي الرقم مده لا 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 المقطع هذا ساعه، راح اعطيهم ساعه راح نشوف من يجي ومن ما يجي. طيب يا جماعه الخير، موقع حراج علق، قسم بالله العظيم انه علق. شوفوا هذا المقطع عندي، كلهم راح يجوني على الواتس، ما عاد راح اشوف الله يسلمكم اللي هو الرسائل في الخاص، يعني الخاص حق حراج. خلينا نشوف الناس وش قاعد تكتب لنا. سميت اسماءهم، الناس اللي كتبوا سميت اسماءهم بكلمه زبون عشان ما نجيب العيد في نفس المقطع اللي فات. بدأوا يرسلون، يلا خلينا ندخل نشوف. طيب اول زبون يقول السلام عليكم، انت عارض بي سي للبيع ب 100 ريال. اي نعم تفضل. هل تتوقعون في ناس راح تدفع 100 ريال بسبيل التضحيه؟ تفضل حرف اللام. بسبيل التضحيه انهم يضحون ويجربون حظهم، اي او لا؟ طبعا هذا اللي هو الزبون الاول، تكفى به لا حد يشتريه غيري. طيب عندك بنك؟ طيب عندك بنك؟ ان شاء الله عدل عنده بنك صدق، من زمان ابي واحد، حلمي يكون عندي بي سي. طيب ابشر، عندك بنك؟ عندك بنك؟ طيب عندك بنك؟
لا ما عند. طيب كيف بتحول لي؟ طيب كيف تحول لي؟ تكفى انتظرني. طيب انتظرك لين متى؟ لين متى؟ طبعا هي السلسلة مدة ساعة بس، مدة ساعة. انتظرك لين متى؟ لين متى؟ بقول لأبوي يعطيك فلوس. يعني متى بيحول؟ يعني متى؟ متى بيحول؟ ما أدري، ما أدري يعني متى؟ أوكي يمكن. تاح يا عليم، يا رزاق يا سميع، ارزق البي سي هذا للشخص اللي يستاهله. لا والله حبيبي بكلم ابوي يعطيك. يلا لك 5 دقائق بما انه هو اول زبون. يلا لك 5 دقائق. الزين في حرائج انك لما تسوي حساب ثاني خلاص، اللي مسوين اشتراك في الحساب اللي فات ترى شايفكم الناس اللي مسوين فولو للحساب اللي في حرائج. لا تحسبوني مجنون، راح اغير حسابي اكيد، لاني امس سويت تست كذا بسيط ونزلت حساب كذا بنت الزومبي ابغى اشوف اللي بيكلمني. طلعوا لي 2 أو 3 يكلموني تكفى نبغاه تكفى نبغاه. عرفت ان في ناس مسويه تفعيل الجرس على حسابي هذا. ليه بس 5 دقائق يا اخي؟ خلصني تكفى يا اخي، خلصني خلصني. تبي ولا انا بسوي نفسي اني يعني كني ببيع جد؟ تكفى ما بيروا علي يما، هذا ما سال على المواصفات، ما سال على اي شيء، بس يبغاه بس كذا، يبغاه. هذا اتوقع اللعب عليه كثير، اللعب عليه كثير بحياته. اوكي اوكي نسلك له، ننتظر عاد الشخص الثاني يجي. يا رب يتابع المقطع وانا اقول له نسلك له، بس والله العظيم يعني يحق لي. ننتظر الشخص الثاني يرسل. لا تبيع لين اقول لك ابوي بيعطيك الفلوس. اوكي اوكي ترى سعره 100 ريال. خلني اسوي له اغراءات. يشغل كل الالعاب، فورتنايت وجراند وماينكرافت، ويشغل بعد ايش يشغل؟ يشغل كيبورد اغري، فهمتوا؟ فورتنايت يعطيك 200 فريم. ابغى اقول له مواصفات عشان يكون على بينه، ابغى واحد يسدي على المواصفات يا اخي عشان ينجذب. اوكي في شخص ثاني كلمني. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل عرض بي سي البيع. يب 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 يا لبيه، اثنين يكلمونك والله شيء حلو، فهمت؟ خلينا نشوف ذا. والله بقول لابوي يرسل لك فلوس، والله العظيم اذا ارسل له، والله العظيم. كم طالب فيه؟ 100 ريال. هذا اتوقع انه يفهم، هذا يفهم كم طالب فيه، متعود يشتري. كم طالب فيه؟ يلا بسم الله. 100 ريال. بينصدم، ابغى واحد يسال معليش على السؤال، بس الجهاز شغال؟ اكيد شغال، اكيد اللي قبل يرسل لي واجد اكيد شغال ويشغل، اكيد شغال. يلا ننتظر ما يخترب علي بعدين. هذا الزبون اللي قبل. خلنا نوقف هذا محادثته ونسولف مع هذا عشان ذا يشغل الالعاب. وايش سبب البيع؟ يشغل الالعاب سبب البيع. الله يسلمك ولدي ما يذاكر، هذه حجة اولياء الامور، ما يبغى يشتري ولده انت ما تذاكر. ابيها انا جاد. اوكي ما في مشكلة، حول لي. يقول الله يصرحها، حول لي الفلوس. يا اخي ما في احد قال لي ترى بيلعب عليك وما ادري ايش. وين ساكن انت؟ الرياض. الرياض؟ لا لا بقول له الخرج عشان خاف يكون انا في الرياض، اقول عشان اشحن لك. وين ساكن انت؟ يا ليه الزبون اللي قبله يقول بسرعه رد. الو خله على طول حول فلوس، اصبر شوي. اح 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 اوكي 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 انا بالشرقيه. اوكي تمام اشحنه. يا اخي ليه ما حد قال ترى بيلعب عليك؟ ليه ما حد قال ترى السعر رخيص؟ ليه والله العظيم على حسابك الشحن؟ والله انه ما يستحي ذا، قسم بالله العظيم انه ما يستحي، والله انه ما يستحي. يب خلينا نقول يلا عشان السلسلة بس. أول ما كتب وترني، والله وترني، ما أحب اللي يطول ما يكتب. بسرعة اكتب يلا مرة دقيقة. يلا هنجر ستيشن، وصل عند الباب، طلبك جاي في الطريق. بسرعة. أوكي رسل لي حسابك البنكي. ليه ما حد قد قال يعني ما قال لي إن أوكي البنك الإنماء؟ يا أخي انقهرت، ليه ما حد قال لي إنه بيلعب علي؟ ليه ما حد قال لي ترى سعره رخيص مرة؟ بقول له كم يسوى؟ كم سعره البي سي؟ كم يجيب؟ أمانة؟ لا ما بقي إلا أمانة. هذا يرسل تكفرت. بقول له دقيقة، هذا الزبون هذا دقيقة ما فهم. يعني سعره 100 ريال كويسة؟ كويسة إيش اللي كم يجيب؟ البي سي لا تبيعه إذا حد ثاني يكلمك. طيب دقيقة لأن هذا حسه مو جاد. والله قول لهم في واحد بيشتري أمانة. والله مو جاد، بيتأخر، عارف الأشكال دي، والله بيتأخر. والله أنا بصراحة ما أعرف في الكمبيوترات يا ساتر، بس أتوقع كويس سعره. آخ يا الكذب يا جماعة الخير يا الكذب. يقول سعره 100 ريال كويس، متأكد؟ قهرني يا عيال قهرني. بقول اتصل علي أبغى أشوف هو كبير ولا صغير. اتصل علي أبي أكلمك، أبغى أشوف هو صغير ولا كبير. يقول يب. بقول اتصل علي أبي أكلمك. خلنا نرجع لهذا، بقول إذا تبيه اتصل، أبغى أشوف هذا برفوس كبير ولا صغير. اتصل، لا هذا صغير، هذا واضح إنه صغير. لا نرجع لهذا، هذا كبير، هذا كبير وهو يعرف. يقول كم طالب فيه قبل شوي؟
فأكيد إنه يعرف كل شيء. أوكي أو بيتصل. أوكي انتظرك. أوكي انتظر. بقول له يا أخي انقهرت أنا يا أخي، لو إنه ولد صغير عادي، بس كبير وتقول أنت ذو مكانه بتقول لي إن سعره رخيص، ولا على طول بالدرع متشتري، ولا ظنكم شايف السلسلة ليش تبي تكلمني؟ عسى ما شر، أنا جاي أشتري. أها بدأ يخاف. أوكي مو جاي يتعرف، الله ليهينك. يزبد الحيوان. لا عشان والله زبد لي. لا عشان يعني لا عشان يعني تضمني لأني أنا رجال كبير في العمر. انت جادة وتستهبل، كلها 100 ريال. يب جاد. مشكلة الحين الساعة كم؟ 10 الصبح. ما في ناس. زبون 2 يرسل، قاعد يكتب زبون 2. يلا ما في زباير كثير ليه الصبح؟ خلاص ارسل حسابك. لين ما الحين برسل لحسابي. خلاص دقيقة. الرقم اوكي، الرقم والاسم. اوه هذا قايل لكم انه كبير. ويت تطبيق. لين ما ندخل التطبيق. مشكلة طلبي بيجي. يلا افتح يا مصرف يا حلو. افتح. اذا حول 100 ريال والله النجاة. على انه حقهرني اسلوبه، بس والله النجاة. تعديل، نسخ، حفظ. يلا ننتظر الحين ثواني. قول يلا ننتظر هذا، ننتظره ونروح للزبون الثاني. اقول له ايوه. وش صار؟ لا ليه نروح للزبون الثاني؟ خلنا على هذا يمكن يحول الحين. ثواني ننتظر. يلا خلينا نشوف الطلب وين وصل. قريب. وين رحت؟ يقول لي بكتب له في واحد يبغى يشتري. هذا الزبون الاول. إيه واحد يبي يشتريه. تم. والله ما حول لي شيء. ذا يقول تم، قسم بالله ما حول شيء. والله انه ما حول شيء. واللي رفع 7. شوفوا يا جماعه الخير، ناظر دقيقه. والله ولا شيء تحول. كيف تم؟ ما وصل شيء. اعطيك حلو. ما يستحي ذا، قسم بالله يا عيال والله ما يستحي. الو رسلت شيك. كيف الشيك يعني؟ كيف شيك؟ كيف ارسل لي شيك؟ شيك اوكي. ما وصل شيء والله. عشان ما اظلمه ولا اطلع بصوره وسخه قدامكم. لا قلت لك انا ابي هذا الولد ثاني. اوكي عشان ما اظلمه يا عيال. ناظر كذاب، هذا كذاب مصدق احول ادري. ايه كذاب هذا، والله كذاب. يلا باي اذلف. هلا راحت عليه قسم بالله العظيم. نشوف الزبون هذا قهرني. استح تسرق الناس. اجل بي سي ب100 يا رجال. اذلف. هذا خلني ابلك انا. استح تسرق الناس. سوقها على مين؟ اوكي خله بكلم ابوي. لا تخون الوعد. يا حليل هذا طفل. اوكي كلم ابوك. كلمه بسرعه. يلا كلم ابوك بسرعه. هذا بلكنا خليه يذلف. كلك بسرعه. اوكي اكلي جاء. كلمه بسرعه. الو هذا زبون ثاني. حياك الله. اهلا تفضل. يلا شوف الزبون الثاني بسرعه. تكفون والله العظيم اني متحمس. السلام عليكم، عرض بي سي جيمنج البيع. يب بسرعه. تكفون بسرعه. ابغى ناس سريعين بسرعه. اكلي وصل والله العظيم. والله الاكل وصل. شوفوا وصل قريب. تكفى والله بي محتاجه ضروري. عندك بنك؟ ليه ما حد قال لي ترى بيلعبون عليك؟ والله العظيم اني انقهرت. عندك بنك؟ يشغل كل الالعاب. خلني اغريه. يشغل كل الالعاب. طيب كيف تحول لي؟ انا صغير عمري 12. حياك الله. حياك. 12 يكتب اسرع مني ومنك. ابوي يقول انك تكذب حرامي. هذا الزبون الاول. انقلع يا حر. اخ يا القار اخ. اوكي راحت عليه ذا. خلاص هذا الزبون القديم. بعطيك سوا. لا وش غير السوا؟ لو صدق تبي تبيعه صوره لي اذا ما كنت تكذب. هذا خلني اصدمه بالله الزبون هذا. ثواني خلني اصدمه. حق الاكل وصل. هذا هو البي سي وخلاص ما عاد ابغى ابيعك اياه. شفني هذا انا بعد، شفني قاعد اعكس البي سي. هذا هو البي سي. والله ما ابيعك اياه. مع السلامه التوفيق باي. قهرني هذا والله العظيم. ما عندي بنك. طيب وش الحل؟ تكفى بي والله اني كل يوم ادخل حراج ادور بي سي بس ما عندي فلوس وغالي. كيف تحول؟ هذا اللي يقول ابوي يقول كذاب. يلا انقلع. والله ما بيعه. طلبك وصل عند الباب. خليني اروح اجيب اكلي واجيكم. ثواني يا جماعه الخير. وش صار يا عيال؟ وش صار؟ تكفى لا تبيعه ها؟ والله عندي ستور 10 بعطيك اياه. ثواني. طيب والله اني بدعي لك كل يوم رب البيت. عندي ستور 10 وبعطيك الباقي سوا. الو تكفى لا تبيع ابي والله انا بالرياض لو تقدر. لا حول. هذا يقول تكفى لا تزعل. خلاص هذا اللي اول ارسلت الفيديو هذا. شوفوه هذا هو البي سي وخلاص ما عاد ابغى ابيعك اياه. شفني هذا انا بعد، شفني قاعد اعكس البي سي. هذا هو البي سي. والله ما ابيعك اياه. مع السلامه التوفيق. خرب عليك انا. يلا بس يلا تكذبني. يلا
حول فلوس. يلا يلا باقي نص ساعة. حول فلوس. أكلم أخوي. أوكي. بالتوفيق. كلمه. خلني أكل على ما يجون. خلاص هذا ما عاد أبغى بيع يا أخي. لا. يقول كلمته بيحول لك الآن. خلني أكتب له منه. أح هذا يقول لي طيب انقلع. أح. قطع أم الغباء قاعد يسولف هنا وهذه هنا. أوكي. هذا يقول ألو كلمته يحول لك الآن. كلمته أخوي الآن بيحول لك 100 ريال. الحمد لله يا رب وافق. الحمد لله يا رب. يا رب وافق يس. دقيقة كم دقيقة يبي لك؟ أجيك الآن أستلمه. لا بشحنه لك. يلا يلا ترى باقي 10 دقائق وخلاص وقف. والله 10 دقائق والله. 10 دقائق ووقف السلسلة. معلومات التحويل. برسل له معلومات التحويل من هنا. تفضل. هذا هو. أسامة صالح عبد الرحمن الدوسري. نعم كل قبايا جماعة الخير ها؟ يلا ننتظر. ننتظر يلا. هذا أذان يا حرامي يا حرامي خلاص بعطيه بلوك ذا. بلوك ترى. خلاص بلوك ترى أذلف يلا. الثاني بس. أبشر ثواني توصلك أوكي. يلا هذا على ما يحول. على ما يحول باكل عاد شوي واجيكم. ايوه هذا يا رب والله اني بطير من الوناسه. الحمد لله يا رب اخيرا بي سي. طيب شيء حلو ننظر اخوك يحول الحين. ترى كثير جوني زي كذا وكذب كله سواليف كذب وكذب. يجي يشده معاك بس اخر شيء ما قلت للبنك البنك 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 لين ما كيف بيحول؟ طيب بيحول ما سالني لا عن اسم البنك ولا عن شيء. خلوكم مكان احس بتصدعون والله العظيم احس قاعد يمر عليكم صداع والله العظيم. بس انتبهوا ترى ممكن يكون في ناس كذابين يا اخي. هذا الثاني يا اخي دقيقه. حذف لا مو حذف. اغلاق الدردشه تحويل. ابغى معلومات جات الاتصال. لا مو معلومات جات الاتصال ثواني. اغلاق الدردشه خلاص اذلف انت الثاني والله. الحين برسل له اسمك البنك. اوكي بكتب له باقي 5 دقائق وكنسل. وكنسل البيع. يلا ننتظر بسرعة. تم يا عيال انتوا يا تكذبون يا ما ادري ايش. اولها والله يقول وصلت لك صح. لا والله ما وصلت لي والله ما وصلت لي. ما وصل شيء والله. حولها اخوه لعب عليه. طيب يا جماعة الخير الى هنا الحد الان ما حد قد كسر سلسلتنا. ما حد قد كسرها حرفيا. لو في شخص حول وقسم بالله العظيم لاعطيه والله لاعطيه البي سي. هذا لحد الان والله العظيم انه حول. والله العظيم انه ما تحول لي شيء. ها شوفوا. دقيقة بس ادخل حسابي البنك. عشان ما تقول اسامة كذاب. نكبر الكاميرا. شوفوا انا نزل الاضاءة. كله بالاحمر. تشوفون كله بالاحمر. ما في احد قد حول لي حرفيا. الى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. فالله يعطيكم الف عافية على المشاهدة. اذا عجبتكم السلسلة هذه برضو اكتبوا لي تحت في الكذا. بشر الحين جتك صح. لا والله ما جتني يا طويل العمر. المهم اشوفكم الله يا جماعة الخير في سلاسل كثيرة. مع السلامة.